كشفت ليلى غفران بأحدث ظهور أمس زي ما احنا شايفين في الصورة ديت إن هي جالها شلل بسبب جلطة في المخ اللي استمرت لمدة 4 أشهر، والحمد لله هي بقت أحسن دلوقتي. هي عندها دلوقتي 61 سنة، اتجوزت للمرة الأولى من المنتج إبراهيم العقاد الذي أنتج لها العديد من الأعمال، ورزقت منه بابنتها هبة، وبعد كده اتجوزت المطرب العراقي فؤاد مسعود، رزقت منه بابنتها نغم، وفي عام 2005 اتجوزت من المخرج أنس داعية، واستمروا لمدة 2 عامين، وبعد كده زوجها الرابع كان من رجل الأعمال المصري إسماعيل خورشيد، وبعده الخامس كان أدهم محمد، وبعد كده السادس رجل الأعمال مراد أبو العينين، وانفصلت عنه عام 2015 حيث ترددت معلومات عن أن السبب يعود لرغبتها في العودة للفن، وكان قد رفض زوجها هذا الأمر.